السلام عليكم. هنعمل النهارده ريفيجن على البلاد جروب. هنحل شويه اسئله على البلاد جروب. الاسئله دي جت في الامتحانات فهنبص عليها بصه سريعه كده. بيقول choose the correct answer. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك the number of genotype in blood group. genotype blood group هما كام؟ 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10؟ طبعا هما هيبقوا 6. ليه؟ لان هو هيبقى AA AO BB BO AB OO. يبقى كام جينوتايب؟ هنا هيبقى 6. طيب السؤال الثاني the number of antibody in AB plus equal ال AB plus يعني AB وعنده كمان RH positive عنده كام antibody؟ طبعا احنا عارفين ان ال AB هو general receiver يعني takes the blood from all group. يبقى معنى كده ان ما عندوش antibody. تمام؟ فهو ما عندوش انتيبادي، يبقى الاجابه هنا هتبقى زيرو. مش هتبقى 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، لا هتبقى الاجابه زيرو، هي مش موجوده هنا بس هتبقى زيرو. طيب، نمبر 3 the blood group that not coagulate when blood transferred. البلاد جروب not coagulate اللي عمره ما هيحصل له coagulation when blood transferred لما الدم يتنقل، مين هو؟ طبعا اللي ما بيحصلوش coagulation تماما هو ال AB plus. لان ال AB plus ممكن ياخد من ال A بوزيتيف او نيجاتيف، ممكن ياخد من البي بوزيتيف او نيجاتيف، ممكن ياخد من الاي بي بوزيتيف او نيجاتيف، او ممكن ياخد من الاو بوزيتيف او نيجاتيف. يبقى معنى كده ان الاي بي بلس ما بيعملش كواجوليشن ات اول. تمام. السؤال رقم 4 if a child with blood group A and his mother with blood group AB so the father can't be. لو الشايلد فصيله دمه A والمذر فصيله دمه AB يبقى الاب مستحيل يكون A. طبعا هنا الاب هيكون مستحيل ان يكون بي بي. ليه؟ نجرب كده. لو احنا دلوقتي الولد فصيله دمه ايه وهنا الاب فصيله دمه بي بي، يبقى اول طفل يبقى اي بي، ثاني طفل يبقى بي بي، ثالث طفل يبقى اي بي، رابع طفل يبقى بي بي، ولا ولد طلع ايه، يبقى الاجابه هي بي بي. سؤال نمبر 5 6 كروموزوم. ال 6 كروموزوم نوع ذان كروموزوم بلاد جروب كروموزوم. طبعا احنا عارفين ال 6 كروموزوم هو الكروموزوم نمبر 23. وطبعا احنا عارفين ان الكروموزوم نمبر 23 then the chromosome is blood group هو يعني كروموزوم نمبر 9. واحنا عارفين ان احنا بنقسم الكروموزوم descending من حيث السايز. تمام. ال 6 كروموزوم من حيث السايز المفروض ان هو يكون بعد السابع. خلاص؟ يعني حوالي الثامن تقريبا الثامن. والبلاد جروب التاسع وانا برتب descending. يبقى معنى كده ان ال 6 كروموزوم لازم يكون bigger than bigger than the blood group chromosome في السايز. طيب سؤال نمبر 6 the probability to get child with blood group O from father and the mother with blood group B equal الاب والام فصيله دمهم B عشان يطلعوا ولد O نسبته يبقى قد ايه؟ هل هي 25 ولا 50 ولا 75 ولا 0؟ هنا لو بصينا بيقول لك هو عايزين شايلد او والاب والام فصيله دمهم بي. طيب اجرب اخلي الاب بي او والام بي او. جرب كده لو هو بي او مع بي او يبقى بي 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 او بي او 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 يبقى في ولد واحد ممكن يطلع او. يبقى نسبته كام بيرسنت؟ يبقى نسبته 25%. طيب سؤال نمبر 7 الاو نيجاتيف هاز وات انتي بودي؟ كم انتي بودي الاو نيجاتيف عنده كم انتي بادي؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ الاو نيجاتيف الاو نيجاتيف هو عنده ايه؟ عنده انتي اي وعنده انتي بي وكمان هو نيجاتيف يعني عنده كمان انتي ريسس. يبقى انا عندي هنا في كم انتي بادي؟ انتي اي وانتي بي وانتي ريسس لان الريسس هو نيجاتيف مش بوزيتيف. خلاص يبقى عنده انتي اي بي بلس. يبقى معنى كده في كم انتي بادي؟ يبقى هنا في عندي 3 انتي بادي. Two parents with the same blood group. Two parents with the same blood group and can't produce child with blood group O. مش ممكن ابدا يدوا طفل فصيله دم O. يبقى معنى كده فصيله دمهم ايه؟ كل ده يعني الاي او لو الاب اي او والام بي او ممكن يدوا ولد O. لو الاب بي او والام بي او ممكن يدوا ولد O. طيب لكن لو الاب اي بي والام اي بي، لو الاب اي بي والام اي بي
مستحيل يديك ولد او. جرب كده يبقى ايه 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 بي ايه 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 بي، يبقى ولا طلع او، يبقى الاجابه ايه بي. السؤال نمبر 9، if two yellowmices copulate they produce 20 offspring. طلعوا 20 offspring the result will be كام؟ هو 2 يلومايس اتجوزوا وطلع 20 offspring، تمام؟ طيب 20 offspring the result will be، الريزلت هيبقى كام؟ طبعا احنا عارفين ان في ده ريسر جين، ده يلومايس ده ريسر جين، فهو دلوقتي طلع كام؟ طلع 20 offspring result. طب ايه اللي هيحصل؟ طبعا احنا عارفين ان في 5 الربع لازم يموت، هما كام واحد؟ 20 offspring، تمام؟ ان في 5 بيموتوا في الرحم بتاعت الام، يبقى انا عندي اليلد قد ايه؟ يبقى انا عندي اليلد 15 بس، لان في 5 بيموتوا، يبقى معنى كده ان هيبقى في الريشيو تبقى 2 1، يبقى معنى كده ان هيبقى في 10 يلو و5 جراي، لان في 5 هيموتوا يبقى 10 يلو و5 جراي، والربع هيموت اللي هو ربعهم هيموت اللي هو 5 ويل داي. السؤال نمبر 10 if two b blend copulate with genotype a small b capital b small multiply a capital a small b capital b small the resulted offspring will be، طبعا هتشتغل عادي جدا، طلع الجينوتايب. الجينوتايب يطلع ازاي؟ الاول مع الثالث يبقى a small b capital، الاول مع الرابع a small b small، بعدين a small b capital مكرره ما اكتبهاش، a small b small مكرره ما اكتبهاش، ادي اول جينوتايب. طيب نروح الناحيه الثانيه نفس الطريقه بالظبط، اعمل ملتبلاي بس الاول وبعد كده اكمل A كابيتال B كابيتال، A كابيتال B سمول، A سمول B كابيتال، A سمول B سمول، كده طلعنا الاربعه جينوتايب. يبقى هنا في اربعه جينوتايب، هنا في اثنين جينوتايب. ابتدي اضرب الاول مع الاول والاول مع الثاني والاول مع الثالث والاول مع الرابع والثاني مع الاول والثاني مع الثاني والثاني مع الثالث والثاني مع الرابع، وطلع الاجابه. هتلاقي طبعا الاجابه طلعت 3 بينك و5 وايت، تمام؟ طيب السؤال نمبر 11، if mother، لو ان المذر with rh positive carry baby with rh negative and she not take injection after delivery the property to get another child will be a. هي الام هنا ايه؟ الام هنا rh positive والبيبي ايه؟ والبيبي rh negative. احنا قلنا مليون مره كده مفيش مشكله، المشكله كلها تتم امتى؟ قلنا كل المشكله تتم لو كان الام نيجاتيف والاب هو اللي بوزيتيف. طب هنا الام ار اتش بوزيتيف، لا عادي جدا ممكن تحمل مره واثنين وثلاثه وعشرة، ما فيش اي مشكله حتى لو كان الولد نيجاتيف. يبقى معنى كده البروبرتي تو جيت انذر شايلد ويل بي كام؟ هتبقى 100%. السؤال نمبر 12، if two parents copulate and produces four children with blood group A and B only so the parents blood group will be، البيرنت بلاد جروب هيبقى ايه؟ هل هو A O ولا بي او ولا اي بي ولا او او ولا اي بي واي بي اند بوث بي اند سي ار كوريكت؟ طبعا هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو طلع اي وبي بس. طب اول واحده اي بي، لا ما ينفعش، انا عاوز اي وبي بس. طب ثاني واحده اي اي، اي بي برضه ما ينفعش. طب تعال نشوف الثالثه كده اي او، ايوه اي او بي او بي او، يعني ده اي وبي اهو، يبقى الاجابه سي، يبقى الاجابه هي سي لانه كله طلع اي وبي. سؤال نمبر 13، the percentage to get child with blood group O from father AB، الأب فصيلة دمه AB، عشان أجيب ولد O يبقى نسبته كام؟ جرب كده AO، طبعا O دي هتبقى OO، AO بعدين BO، AO BO. طيب عشان أجيب ولد O يبقى كام في المية؟ طبعا يبقى زيرو، مستحيل إنه يجيب، مستحيل نجيب ولد او. احنا قلنا قبل كده مليون مره لو كان اي حد الاب او الام فصيله دمه اي بي مستحيل يدي ولد او. وايت كورن داي، ليه الوايت كورن بيموت؟ الوايت كورن بيموت ات كونتين دوميننت ليسل جين ولا هو ات كونتين كلوروفيل بيجمنت ولا نوت ايبل تو يوز سان لايت ولا نو كومبلمنتري جين فاوند. طبعا هو نوت ايبل تو يوز سان لايت، ليه؟ لان ما فيهوش كلوروفيل، والكلوروفيل ده هو اللي بيعمل ابزورب للسان لايت، يبقى الاجابه تبقى نمبر 3 نوت ايبل تو يوز سان لايت. ده بالنسبه لاول جزئيه اللي هي المراجعه على البلاد جروب. طيب